سعيد قحطاني، تعال لو سمحت. خلك وجهك مقابل كذا تكفى. سعيد اليوم ممتلكات المجد احنا بالنسبه لنا نعتبرها مهمه جدا. سمى اخوك الله خير. ف سعيد اليوم رميت مويه على الكاميرات وأسات استخدام بعض الممتلكات وكذا، ما ادري شو المشكله، ايش صار اليوم؟ تمازحت انا ابو امجاد وعبد الرحمن القحطاني. اي طيب، تعرف انه في كاميرات في والله ما انتبهت، كبوا علي مويه رشيتها من بعيد وانا داخل وقال انها صابت الكاميرا، والله ما انتبهت الكاميرات للامان. ثاني انت عارف انها ثلاث كاميرات يا سعيد، مو بواحده ولا اثنتين ولا ثلاث. والله ما انتبهت. كذلك موضوع المويه من شباب موضوع مهم جدا بالنسبه لنا، واشكالات كبيره في مايكات، في اشياء كهرباء، في اشكالات معينه. ولاجل هذا قررت الإدارة أن تخصم على أو تعطي تضيف لسعيد 50 غن. ليه أبو إبراهيم؟ أول شيء عدم استخدام الموية أمام الكاميرات، شيء ثاني أنا بالنسبة لنا ترى مع التخفيف، ترى الإدارة قررت قرار آخر، الممتلكات عندنا في إشكالية. تفضل يا سعيد. أنا رشيت ما شفت الكاميرات والله، ولا أنا متعمد. ولأجل هذا احنا ما متعمدين بعد. والله العظيم ما انتبهت له، إذا صار شيء أنا أقوم بالخطأ وأنا أتحمل خطأي. شكرا سعيد. إذا خربت والله لا قوم به. اتخذنا القرار، ناقش مع حامض حلو بعد شوي. شكرا لك. طيب هذا القرار الأول. القرار الثاني عندنا مشكلة، مخالفة الضوابط وأنظمة الذواقة، ويؤسفنا صراحة أن نعلن إعلان آخر. ما كان ودنا